بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الطلبة، في هذه المرئية الصغيرة اليوم نحن نتعلم التدريب الأول. هذه التدريبات للدرس الذي نحن درسناه في المرئية السابقة. تفضلوا فلنبدأ التدريب الأول. أكمل الجمل الآتية بالكلمة المناسبة. أكمل complete الجمل الآتية the following sentences بالكلمة المناسبة with the appropriate word. Okay. الجملة الأولى: دخل المدير الصف. The principal entered the classroom. The first one: المعمل means lab. المكتبة means library. الجملة الثانية: حسن مدرس جديد. حسن is a new teacher. مدرسة a female teacher. تلميذ a student. الجملة الثالثة: حسن جاء من السعودية. حسن came from Saudi. Kuwait, Iraq, you know these are the name of countries. الرابع: جلس التلاميذ على الكراسي. Students sat on the chairs. المدير principal, المدرس teacher. الخامس: اللغة العربية 4 حصص في الأسبوع. Arabic language has 4 units in a week. اليوم today الشهر الشهر this month. التدريب الثاني the exercise number 2 أجب give the answer. في هذا التدريب نحن نجيب عن هذه الأسئلة، فلو كانت الأجوبة صحيحة معنى ذلك أننا فهمنا الدرس الماضي صحيحا، فلو كانت هناك أخطاء في هذه الأجوبة معنى ذلك أننا ما فهمنا الدرس الماضي جيدا. فلذا أحبتي الطلاب، الواجب عليكم أن تشاهدوا المرئية السابقة حتى تستطيعوا أن تجيبوا عن هذه الأسئلة أجوبة صحيحة. السؤال الأول question number 1: أين دخل المدير؟ Where did the مدير enter؟ الجواب: دخل المدير الصف. السؤال الثاني: ماذا فعل التلاميذ؟ What students did؟ الجواب: وقف التلاميذ. The students stood up. السؤال الثالث question number 3: ما اسم المدرس اللغة العربية الجديد؟ What's the name of new Arabic language teacher? الجواب: اسم مدرس اللغة العربية الجديد حسن. New Arabic language teacher name is حسن. السؤال الرابع: ما جنسيته؟ What is his nationality? الجواب: هو سعودي. He is Saudi. السؤال الخامس: من أين جاء؟ From where he came? الجواب: جاء من السعودية. He came from Saudi. السؤال السادس: ماذا قال المدرس؟ What did the teacher say? الجواب: اللغة العربية 4 حصص في الأسبوع وحصة اليوم قراءة. التدريب الثالث The exercise number 3: صل بين الكلمات المضادة في المعنى. Connect the words with the opposite meaning. أحبتي الطلاب، عندنا في هذا التدريب جدولان، جدول همزة، جدول باء. فنحن نصل الكلمات التي موجودة في جدول همزة بالكلمات التي في جدول همزة، ولا بد أن تكون مضادة في المعنى. صحيح؟ ولا بد أن تكون ضدا للكلمات التي في جدول همزة في المعنى. صحيح؟ في هذا التدريب نحن نعرف معنى هذه الكلمات فتزداد كلمات جديدة عندنا. الأول: وقف he stood، جلس he sat، دخل he entered، خرج he left، متأخر late، مبكر early، تعال come، اذهب go، ذهب he went، جاء he came. أحبتي الطلاب،
لو أحببتم هذه المرئية فمن فضلكم أن تشاركوا بهذه المرئية الصغيرة مع أصدقائكم، فجزاكم الله خيرا.